السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي أميمة بان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مهم تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تخليوا لي شي جيم وبارطاجوا الفيديو مع صحابكم، ونبداو على بركة الله في المقادير ديال التحلية ديالنا. يعني كل ما نحتاجوا من سطر ديال الحليب، 3 معالق أو 4 معالق كبار ديال سنيدة، 2 معالق كبار ديال المايزينا ان شاء الله، نقدروا نعوضوها بلا كريم باتيسيير يعني على حساب داكشي اللي موجود عندنا في الدار، و ساشي ديال الفاني. نبداو بسم الله. غادي نزيدو سنيده وسط الحليب، غادي نكبو موراها ان شاء الله لا كريم باتيسيير، غنزيدو الفاني وغادي نحركو يعني المكونات كاملين مع بعضياتهم. ومن بعد البنات غادي نحطو يعني الخليط ديالنا فوق نار مهيله، ونبقاو كنحركو يعني بلا ما نوقفو حتى نحصلو على النتيجه اللي كتشوفوا معايا دابا. يعني خاطر بحال كما كنقولوا بحال دانون، المهم كيكون خاطر بحال هكا. دابا غير خصنا نوجدوا الاطباق اولا الكويسات اللي غنديروا فيهم التحليه ديالنا. كما كتشوفوا معايا انا هنا حطيت غير هاد الكويسات ديال الدسير، على حسب العدد اللي بغيتو نتوما، تقدروا ديروهم صغار اولا كبار. غادي نصبوا يعني الطبقه الاولى، غادي نعمروا نصف داك الكويسات اولا، يعني نتوما عينكم ميزانكم. انا كنعمر دابا في النص، غنعمر الاطباق ديالي وغنحطهم في الثلاجه بما شدوا في راسهم، باش ندوز للطبقه الثانيه ونخليكم معايا. دابا غنشدو داك الفريز ديالنا، غادي نقطعو في حلقة طريفات صغار كيما كتشوفو معايا في الفيديو، غادي نزيد عليها 2 معالق ديال سنيدة وغنخليه يطلق. حنا بغينا داك السيرو ديالو، وبيان سور غنحتاجو حتى الفريز. غادي نحطوه في التلاجة يرتاح 1/4 ساعة بما وجدنا الفلون مع الماء. مهم خليكم ما نحرق لكمش المراحل. نضيفو السكر دابا ونحطوه في التلاجة 1/4 ساعة بما طلق. من بعد غادي نوريكم النتيجة ديال الفريز، يعني حنا بغينا نحصلو على الفريز و السيرو ديالو. اي فوالا البنات، دابا كنشوفو ان الطبقة الاولى يعني شدات في راسها. غنخرجو الفريز من التلاجة، غنلقاو طلق داك السيرو ديالو. غنحطو هاد الفريز على الطبقة الاولى ديالنا، غادي نوزعوه مزيان على كاع الاطباق ديالنا، و غادي نضيفو داك شوية السيرو ديالو حتى هو لحقاش بحال كيجينا بحال فريز معسل، وغادي نردوه للثلاجة 1/4 ساعة بما شدات هي فراسها مزيان، وندوزو لتحضير الطبقة الأخيرة اللي هي الفلون والماء. ودابا وصلنا للمرحلة الأخيرة، غادي نحتاجو كاس ديال الماء، غادي نحطوه في كاسرونة وغنجيبو الفلون ديال الفريز ديالنا، غادي نحركو داكشي مزيان، غادي نحطوه ايضا فوق نار مهيله ونبقاو كنحركو مزيان حتى يعقد واحد شويه، يعني نحصلو على واحد السيرو عقد شويه. غادي نخرجو الاطباق ديالنا من الثلاجه بعد ما غتكون يعني تماسكات وشدات في بعضياتها. غادي نكبو على هذاك الطبقه الثالثه ديالنا اللي هو الفلون مع الماء، وغادي نعاودو ردوهم الثلاجه يشدو في راسهم، وبالتالي كنكونو سالين التحليه ديالنا، ونخليكم على الشكل النهائي. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.